هفتح بقي، اعتبريني ميتة. حسن اهو، هو الكبير وهو العمدة، هو اللي يقول اللي يحصل واللي ما يحصلش. اللي عمله مروان ده مالوش المعنى واحد، انه بيخطط لنفسه بس، والباقي كلهم مالهمش عازة. حاج ولدي عبد الله هاخده وطاره عندي. خبره يا حسن، انت هتسمع كلامها ولا ايه؟ لا، ما انا شفته واتاكدت. ما انت لو ما كنتيش عارفه ان هو اللي ورا الحكايه ما كنتيش جيتي هنا. انت جايه هنا عشان تحميه، تبقي معاه وفي ظهره. يعني انت عايز ايه يا حسن؟ عايز تقتل اخوك عشان تجهرني عليك انتوا التنين؟ ايه اللي يرضيكي؟ هشرب من دم مروان وزينب، وبرضه قلبي مش هيرتاح يا حسن. يشيل كفنه على يده وسط البلد كلها، ويجيك لحد عندك يقول لك السماح. يرضيكي كده؟ اللي تشوفه، اللي هتقول عليها اقول لك امين. يبقى يلا عشان نقف على الذبايح نوكله الغلابه عشان يدعوا لنا بطولة العمر. ربنا يهدي قلبك يا حبيبي وينور بصيرتك يا رب. معايا أمر بالتفتيش، ممكن أشوفه؟ انتي عايزة الدنيا تولع يا جبرية؟ اهدي اهدي، ما فيهاش هداوة. لما تسيبي حسن تجي تقعدي مع مروان، حسن هيولع. انتي ايه يا ولية؟ دول مش ولادك؟ هحكيلك وقتها هتعرفي ان انا عندي حق. تروحتي الكريمة؟ ايه، صعبانة عليكي؟ توحشتيها؟ طب ما تروحي لها. انا غلطت لما جاتلي ومدت لي يدها وانا قلت لها. هي دي لعبة جديدة دي يا جبرية؟ لا، ولا لعبة ولا حاجة، انا بس خايفة على عيالي. يبقى تروحي تقعدي في بيتك، لا تقعدي هنا ولا هنا. حضنك يضم التنين، ما تميليش كفة عن كفة. كفة مروان لازم نتميل عشان يحمي اخوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما دام انت رايحة مصر هتعملي لي مشوار، وما تقوليش لحد عليه. خير يا جبري؟ هتروحي مستشفى المجانين، اتقابلي هناك دكتور هديكي اسمه. انا مش فاهمه حضرتك بتدور على ايه بالظبط. نادية توفت واستلمنا جثتها واتدفنت كمان، وممكن تسأل اهل البلد كلهم. اهل البلد بيأكدوا ان هي لسه عايشه، والبلاغ اللي جالنا بيأكد ان هي مستخبيه هنا. يا ريت لو جت تبلغيني يا استاذ شهد. بعد اذنك يلا. لا مؤاخذه، دخلت عليك كده من غير استئذان، بس الموضوع مهم وما يتأجلش. خير؟ مروان راح لبدري السجن، انا اول ما عرفت قلت اجي اقول لك على طول. عايزه في ايه؟ لا دي بقى انا ما اعرفهاش. انا كل اللي اعرفه ان هو راح له السجن زياره وقعد معايا، وبعد ما خلص من الاخر كده طلع على المحامي، شكله كده عايز يخرجه منها. طب روح انت دلوقتي. استنى،
في ضيوف جايين كمان شوية، عايزك معايا. تؤمر يا كبير. يا ريم! يا ريم! الحقيقي! اللي حصل؟ ايه؟ انا حكومة بتدور علي، حد بلغ عني، انا ما عاوزاش ارجع السجن تاني. حاضر حاضر، استهدي بالله بس، عارفة والله ده لو بيتي كنت قعدتك معايا. اهدي. خديها فوق يا ريتال. قلبك طيب والله يا حسن. تعالي. ما فيش اخبار عن مروان؟ خليك بره، ما عاوزك عند اهلك. تؤمر يا كبير. ما بعتش؟ ما قالش أي حاجة؟ ما قالش هنعمل إيه في اللي قلنا عليه؟ ها؟ بتكلم يا حسن، قول لي. هو اللي هيجي لحد هنا. حسن، أنت وعدتني إن أنا هقول آه ولا لأ؟ وانا عندي كلمتي. طيب انا ليه عندك طلب تاني؟ اؤمري. هتعمل ايه مع لبنى؟ تاني هنعيده تاني يا ريتال، انت ما كفاكيش اللي فات. والله العظيم انا ما قصدي حاجه وحشه، انا بس يعني عارفه ومتاكده ان هي ملهاش غيرك. ايوه يا حسن، لازم تسال عليها وتشوفها متضايقه ليه. ما تسيبهاش كده تقعد مع نفسها تقعد تفكر. الست لما بتقعد مع نفسها بتتجنن، خصوصا ان لبنى لسه ابوها ميت. بتحسب يا حرام ان امي هي اللي قتلته. قولي كده، قولي ان اللفه دي كلها عشان امك. لا يا حسن، وانا مش عايزه منك حاجه عشان خاطر امي. انا واخواتي هنطلعها من اللي هي فيه. بس انا مصدق مفيد، أصدقها، بس ما كانش ليا مزاج أكمل معاها. خلاص زهقت منها. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ كل الكلام اللي اتقال ما يخشش نافوخي، بس أنا فوته بمزاجي. كل واحد له حساب عندي، بس بوقته. ضيوف جم، يلا على فوق. يلا. مين؟ تفتكري مين؟ متهيألي يعني مش ممكن يكون حد من ولاد عمتك، صح؟ لا لا، كانوا عملوها من الأول. هو واحد بس اللي يعمل الحركة دي، عادل. ما هو عادل مش قادر يصدق أبداً إن مروان هو اللي قتل مهدي. وبعدين أظن يعني إن هو بيعمل الحركة دي عشان يفهمني إن هو يقدر على كل حاجة، يقدر يهد الدنيا فوق دماغي. ده غير يا حبيبتي ان هو دلوقتي ايده في ايد حسن، بقى حبيبه قوي كانه من عيلته. تخيلي، تخيلي انها تحصل مشاكل ما بيني وما بين حسن وهو ما يجيش يقف قدامه حتى وياخد حقي. انا هعمل ايه؟ هروح فين واجي منين؟ انا لو طلعت من هنا هيقبضوا عليا وهتعدم. حبيبتي بصراحه انا رايي يعني ان انت لازم تختفي خالص اليومين دول. ايدي على كتفك. اوكي، سيبي الموضوع عليا وانا هتصرف. انا خايفه قوي يا ريم. عيب عليكي بقى، قلت لك الموضوع عندي انا. سيبيني يلا، عايزه اشوف اللي تحت ده عازم مين.